سحر، فتحي مخك معايا واسمعيني كويس. أنا فكرت في كلامك ولقيت إن كان عندك حق في كل حرف قلتيه. عندي حق في إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. إحنا مش هنعيش عمرنا كله نخدم الناس دي. كفايانا بقى مرمطة. أنا خلاص قررت إن إحنا نرجع على مصر. قررتي؟ كده لوحدك؟ آه لوحدي. هي دي مش كانت رغبتك؟ أيوة، بس أنا دلوقتي مش عايزة أرجع. هو اللي مش عايزة ترجعي؟ هي مقاوحة وخلاص. طب هترجعي بقى ورجلك فوق رقبتك. عايزة ترجعي ارجعي لوحدك. أنا مستقبلي هنا، فرصتي الحقيقية إن أنا أحقق اللي أنا عاوزاه هنا مش هناك. فرصة إيه؟ ما تفوقي بقى من الأحلام اللي أنت عايشة فيها. أنت لو قعدتي هنا 100 سنة هتفضلي مرمية بره على الكرسي اللي في الجنينة ومش هتحققي حاجة. لا يا ماما، أنا مش هقعد حاطة إيدي على خدي وأستنى الفرصة لما تيجي لحد عندي. أنا هجري وراها وأخطفها بإيدي. مرحلة الأحلام خلاص انتهت، ودلوقتي هتبتدي مرحلة تحقيق الأحلام وهتشوفي. أنا جاية مخصوص علشان أشوفك، ولو ما كنتش لقيتك كنت هقعد أستناك. الله يا سحر، أنت عارفة أني حتى أنا بعد قاعدة أنتظرك ولا لا؟ في موضوع قاعدة أفكر فيه وأنتظر إشارة من رب العالمين، بس أنه يلهمني أن الشيء هذا اللي قاعد أفكر فيه هو الصح، علشان خلاص أبي أخذ القرار النهائي. أفهم من كده أن أنا الإشارة دي؟ طبعاً. أنت عارفة أني أنا لما أشوفك يا سحر وأتكلم معك أتفائل، أصلاً كل شيء حولي يصير حلو. طلال، أنا كنت عاوزة أقول لك إن... أنا اللي أبغى أقول لك يا سحر أني أنا قررت أني أتزوج، وراح أسوي زواج كبير كبير عمره ما حصل، وراح تكونين أول المدعوين إن شاء الله. إيش فيك سحر؟ ما في مبروك؟ مبروك. ألف مبروك. في ايه؟ مفيش حاجة يا بابا. مفيش حاجة ازاي وانتي بتعيطي؟ يا بابا قلت لك مفيش حاجة، سيبني في حالي. هو ايه الواحدة ما تعرفش تعيط في البيت